عليكم. انا سميتي حاجي با، كنسكن في مدينه المحمديه، عندي 20 سنه. زاديت عندي اعاقه في رجليا، ما درتش العمليه رجلاتي، بقيت غير ربسني وانا كندير في الترويض ترويض ترويض، صافي ما لقيتش المساعده اللي غيقدموا لي ايد المساعده باش ندير العمليه انا ونوقف على رجلاتي، وصافي وبقيت غير كندير في الترويض. كنت كنقرا من 7 وخرجت، الظروف ما ساعفتنيش، كنت كنلقى صعوبه في الدروس، صعوبه في المشي، خاصلي يديك خاصلي جيبك، بزاف ديال الحوايج، وصافي وخرجت من الدراسه ما كملتهاش، وصافي ودرت تكوين ديال الخياطه، صافي بقيت هكا كنتعلم في السنه زاديت بيها صافي، وما كملتش العلاج ديالي. كنتمنى لا لقيت شي ايد المساعده نتعالج برا، ولا شي جمعيه تكلف بيا ديال المعاقين ولا شي حاجه. المهم بغينا حياتنا تبدل، بغينا حياتنا تبدل الاحسن ان شاء الله، وبغينا ايد المساعده، وبغينا المحسنين والجمعيات يتكلفوا بينا. عيت انا بعدا ما نطلب ندير في الطلبات وندفع فيهم، لا افاده، ما كاينش حتى اللي غيسمع. التكوين اللي درتي ديالك ندير ران دقيق تنبات، ران دقيق هاد الامور هاد. انا ملي تزاديت، ملي حليت عيني وانا كنعاني، ملي حليت عيني وانا كنعاني، وانا كنطيح ونوض بوحدي، ما لقيتش اذن صاغيه اللي تسمعني، بزاف ديال الحوايج من دو صغاري وانا كنعاني وكنجري كندور في السبيطارات من هنا للطب هنا، يقلبوا فيا هنا، ربي اللي عالم بالظروف ديال اي واحد. وطالبينها ولكن انا ما درتهاش، ما درتهاش، ما كتلقاش اللي غيساعدك باش غديري هاد العمليه، وانت باك ميت، ما كاينش حتى اللي غيصرف عليك، حتى اللي غيرافع عليك، حتى اللي حتى اللي بغيتي تكساي تلقى اللي غيكسيك، حتى اللي يوكلك، حتى اللي غيشربك، ما كاينش. انت بوحدك، انت امي انتك اللي كتضاربي في هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي هذه الحياه اللي ولا صعيب باش تعيش فيه. انا غير جمعيات، شحال وانا نطلب فيهم وندفع بالطلبات وهكا وهكا، والو، كانوا يشدوا الطلب ديالي ويقطعوه. علاش انا ما تجيش عندي شي جمعيه وتشد الطلب ديالي وتكلف بيا انا شي جمعيه وندمج مع دوك الناس المعاقين، وانا نحس براسي راه حياتي شويه تبدلات؟ علاش ما كاينش كنحسوا راسنا بحال محقورين في بلادنا؟ والله شنو خاصني بعدا نمشي عند طبيب بعدا هو يقول لي باش نديرها؟ فهمتي، انا ما كملتش العلاج ديالي، حبست، راه الظروف ما ساعفتنيش، راه ماشي ساهل انسان مريض من ذوي الاحتياجات الخاصه وهو اصلا كيعاني من الفقر وكيعاني من بزاف ديال الحوايج، وكي غيدير في هاد الامور هادو ما حيلتو هو بوحدو؟ خاص الانسان اللي يعاونك، وانت حتى والديك ما فحالهمش، كي غادي ديري؟ ما انت باك لاباس عليك، ما والو، ها بوحدك كطيحي وتنوضي. مازال اللي عنده الامكانيات راه كيجري بوليداتو هكا وهكا، ولكن انت الحمد لله ظروفك ما ساعفاتكش. ما انا كنتمنى نتعالج ونتمنى شي جمعيه تكلف بيا انا شي خلاصه نولي نتخلص منها باش نعيش، ما نبقاش يعني بحال هكا نطيح ونوض بوحدي، لقى لي يسمعني، لقى لي يحس بيا، لقى لي يفرحني. حنا ما شفنا الحمد لله ما شفنا حتى حاجه، طلب ديالي المساعده، طلب ديالي حياتي تبدل ان شاء الله، وخاب شي حاجه بسيطه نتعالج، شي جمعيه تكلف بيا. بزاف ديال الطلبات اللي كنحس براسنا بحال محرومين منهم، ونتمنى اللي في قلبه الرحمه يعاونني، ونتمنى شي جمعيه تكلف بيا والقلوب الرحيمه تعاونني، ونتمنى من المحسنين واللي في ايده المساعده يساعدني يعاونوني ويوقفوا معايا ويحسوني بنتهم، وما كرهتش شي جمعيه تكلف بيا انا ولا شي خلاص انا ولا نتخلص بها باش نعيش وباش نتكسى وباش انا نعاون اميمتي، وباش يعني على الاقل حياتي تبدل شويه وحياتي شويه تولي من الاحسن. من بغيت نتعالج القباش وبزاف ديال الحوايج، والحمد لله على كل حال. انا بحالي بحال البنات، وبغيت انا نقرا ونكمل قرايتي، ولكن الظروف ما ساعفتنيش، انا بغيت ندير انا داري وليداتي وهكا وهكا، ولكن ظروفي ما سمحاتش ليا،
وما الإعاقة ديالي ما سمحاتش ليا، وما واش كاين شي انسان اللي غيوقف معاك وغيساندك بهاد الظروف وغيوقف معاك؟ واش كيما هو هز راسو وغيقدر انا يهزني بزاف ديال الحوايج؟ هذا ما كان بوحدي، ما لقى اللي ساعدني لا حتى حاجه، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى هو يكون لي وكيل، هو اللي يكون وكيل ديالي. والحمد لله وشكر لله على كل حال. ما ندير، نقدر نقرا القران، نقدر نشوف شي قصه، نقدر نستافد من بزاف ديال الحوايج اللي نعمر بهم وقتي، باش ما نبقاش يعني نفكر بظروفي الصحيه، باش ننسى وننسى الهم ديالي. والحمد لله والشكر لله على كل حاجه معطاها لينا الله. انسان خصو يحمد الله، راه كاين اللي كتكون عنده صحيحته والله كيدير لي شي حاجه اللي كتجي على غفله، ولكن الحمد لله مؤمن مصاب، والحمد لله على كل حال. السلام عليكم ودي، كداري لاباس عليكم وليدي؟ نعاود لكم، مسكينه هي مريضه دابا، الا ما ديتهاش انا وخرجتها وديتها للحمام وداكشي ماشي شي بوحدها، انا دابا انا باقا حيه ليها، كنشوف من بعد اشنو كاين، ما كيعرف حتى شي واحد. هادشي اللي كنقول لكم ودي الحقيقه، راه خطيت انا صافي مسكينه، واش كاين شي واحد غادي يهزها يدق عليها يقول لك لا نديها ولا نخرجها ولا ندير الحمام؟ ما كاينش اللي عرفها ولدي، رانا نمحدي انا معاها، راه الحمد لله انا دابا كان عندي السكر، عندي طانسي وكاكو، ومسكينه ندفعها وكندير الحمام نخرجها ندير الطبيب ما نخلي فين نديها. انا كنشوف منها من الخطانة، والحمد لله كنقول الحمد لله، هادشي اللي كاين نقول الحمد لله، ونطلبوا من صاحب الجلالة الملح الله ينصره ويخلي لي صحيحته ويشوفها من حالات الدرية. راه مسكينه لا خلاص لا حتى حاجه، مسكينه اخطا، انا راه مريضه ما كاينش اللي عرفها. هادشي اللي كاين نطلب من خوتي وحبابي والله يحفظهم، وهادشي اللي كاين مدرسه ما كاينش اللي يديها، ما كاينش اللي يجيبها، اخطا انا كنت كنخدم، راه كانت مسكينه تكركب مع الدراري، مره يطيحوها مره يكركبوها، انا ملي ولا فيا السكر داكشي كلات علي من كتي ما خرجت من المدرسه، بركت انا وياها دابا. هادشي اللي كاين، كاينش اللي عاون، ما كاين حتى واحد اختي، كاين حتى شي واحد اللي عاون، راه غير انا وياك كنتكركبوا. هادشي اللي كاين لله. على كل حال عطيت الله مع الانسان ما يدير.